عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا رب الجميع يكون بخير. اللهم امين. النهارده قلنا نطلع نسلم عليكم كده ونمسي عليكم على السريع بلحن من الالحان الخالده اللي في دمنا كلنا. نعم. رغم بساطته وشعبيته الشديده. نعم. الا انه في فنيه عاليه برضه. زي ما هنشوف مع بعض كده اغنيه وحو يا وحو. وحو يا وحو. بس وحو يا وحو هي على فكره كذا اغنيه. يعني هي كلمه وحو يا وحو، لفظ وحو يا وحو ده يستخدم في اكثر من عمل وكلهم اسمهم وحو يا وحو. بس اللي هنقوله النهارده الستاندر اللي هو الاصلي اللي هو اشهر واحد فيهم. أيوة. بتاع الاستاذ احمد عبد القادر. ايوه المطرب احمد عبد القادر. أيوة. واللحن ولحن احمد الشريف. وليس محمود الشريف. مش محمود الشريف، احمد الشريف. وغالبا احمد الشريف هو اللي بيعزف القانون في الاغنيه دي غالبا، يعني هو اللي بيعزف القانون لان هو اللحن كله مبني على هو عازف قانون اصلا. هو عازف قانون. والكلمات للمنسترلي بقى كلمات حسين المنسترلي. نعم. حسين حلمي المنسترلي. طيب المقام بتاعنا مقام المقام باستنكار هو مصور على المينوس الممول. بس هو في الاساس هزامي عشان بس ما يرعوش، يعني هو هزام وبيروح يعني يعمل السبع النوى فالتوتال طبعا الغالب فيه مش اللا بيمول طبعا الغالب اللا نص والسي بيمول. السي بيمول والسي بيمول والدو بيمول يعني فا من السي بيمول طبعا. نعم. مي فا صان لا لا نص بيمول. نعم. سي بيمول والدو بيمول والدو بيمول وري سي سي فا صان وفي جزء بسيط خالص من اللحن اللي بيستخدم اللا بيمول. نعم. كانه بنت هزام على المينوس. نعم. تمام؟ طيب. طب نقول بقى. طبع السيكا واضح جدا. مي صول فا مي ري فا صول مي 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 ري دو ري مي صول فا مي ري فا صول مي 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 ري دو ري مي وحوي يا وحوي يا وحوي يا وحوي يا رحت يا شعبان يا وحوينا الدار من كلام. نقول للناس انا بصراحه يعني شوف عمري كام سنه 53 سنه. نعم. طول عمري بسمع الاغنيه دي في رمضان. ما فكرتش مره ارمي ودني واشوف بقول ايه الا المره دي لما جيت احللها وحاوينا الدار. وحاوينا الدار. نعم. جيت يا جيت يا رمضان وحوي يا وحوي اللي هو كان بيلف حوالين درب الفوانيس. رحت يا شعبان. جيت يا جيت يا رمضان. نعم. كلام حلو بسيط يعني. هو كمان قايله باللهجه الفلاحي شويه كده ايوه فالموضوع طالع لطيف يعني ايوه. الكوبليه الثاني بيقول ايه بقى يا سيدي؟ هل لك والفجر هو بس خدت بالك ان هو هنا لغايه دلوقتي بيقول هزام يعني ما ظهرش فكره صبا النوى عشان بس انا سي بيمول. لا انا اقصد هنا دلوقتي هيغني الجزء ده كده قايل اللا بيمول صريحه يعني. أيه. اللي احنا هنقوله دلوقتي ده بص هقول لك فين بقى هقول لك فين عشان هقول لك فين هو عامل زي انفاس الطيب يعني لمس انفاس الطيب مش كانه كردي يعني. لان ايه هو قال ايه؟ رحت يا شعبان ايه في اللي فات وحوينا الدار دار بيت يا رمضان فهو عمل كردي النواه مع تجنيس السيكا اللي تحت. لا انا بتكلم على الكوبليه اللي انت كنت رايح له دلوقتي ده هل هلالك؟ ده اي الهزام صريح يعني. يلا هنقوله دلوقتي. هل هلالك والبدر هو بدر يلا نغفر
يا تعلق شهر بارك ودهر زمان يا تعلق شهر بارك ودهر زمان أحلمها بالخير مليان وحوي وحوي إياها. نفس الإيه؟ نفس الموضوع برضه لم السيمو مش يعني ما جابش سيرة حجاز النوى اطلع. لا هنا اي بقى هنا صريح اقول لا بيمول وبعدين لمس لا نص والسي بيمول والدو بيمول. فهنا الجزء ده يعتبر باستنكار بالظبط كده. طيب وبعدين يا سيدي قال لك ايه بقى بعد كده؟ شوف هيقول ايه بقى في الكوبليه اللي بعد كده. جيت في جمال جيت بجمالك سقف وعيال يا مرحبا ما احنا صيامك في صحه وعال يا مرحبا. جيت في جمالك او جيت بجمالك سقفوا يا عيال يلا الغفار. يلا الغفار دي زي ايه؟ زي اللزمه اللي هتاف كده زي هتاف يعني زي مثلا ايه هيله هوب هيله عند الصنايعيه والحاجات دي بس عشان روحانيه رمضان هتافات شعبيه. نعم ما احلى صيامك فيه صحه وعال. نعم ما احلى صيامك فيه صحه وعال وعال الحاله. طبعا نفدي وصالك بالروح والمال. هنكملها بقى على بعضها يلا. نعم جيت بجمالك سقف وعيال يا مرحبا ما احلى صيامك في صيحة وعال يا مرحبا ما احلى صيامك في صيحة وعال بدي وصالك بالروح والمال وحوي وحوي الله عليك. الله 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 والله لحن بسيط وحلو وتحس بانتعاشه كده وانت بتغنيه او وانت بتسمعه كبسوله اول ما تسمعه تحس بالاجواء الرمضانيه على طول جت. يعني ده على فكره ده اكتر كمان من رمضان جانا. يعني تحسه فيه شعبيه اكتر من رمضان جانا. قريب قوي من الفئه البسيطه من الناس. لا هو كمان سقفوا يا عيال وبتاع في فرحه الولاد وفرحه الشعب وبينزلوا الفوانيس وبيلفوا حوالين البيت بقى وبيلعبوا اللي هي الطقوس والالعاب الشعبيه الرمضانيه. ايوه بالظبط جميله ما شاء الله. طيب نتمنى نكون يعني ايه قلنا لكم مساء الخير بشكل كويس وقريب ان شاء الله شايف تعليقاتكم ولسه محتاج تعليقات تانية. لازم احس بالدعم يا مايسترو. يعني عمل زي اوبريت مجنون ليلى مش بسيط ومحتاج مجهود كبير. في اعمال بتحتاج شغل ومحتاج دعم كبير منكم عشان اقول اللي عندي. يعني انا تقريبا خلصته بس كتحليل بقى عايز ايه عايز يعني الدفعه اللي تخليني فعلا اقف قدام الكاميرا ولوحدي واقوله لانه صعب مش سهل يعني. فارجو منكم الدعم لقناتي والقناه الماستر محمد الفكهاني او قنوات الماستر محمد الفكهاني اللي هنحطها تحت في التسجيل. وما تنسوش موضوع التيك توك. لحد دلوقتي انا ما وصلنيش حد ما حدش عمل لي متابعه يمكن واحد او اثنين من متابعيني على اليوتيوب اللي وصلوا دلوقتي 20,000. انا محتاج 1000. نعم محتاج 1000 عشان نعمل لايف. يعني اللايف ده هيبقى بمثابه ايه؟ هتكتبوا لي في التعليقات عايزين نسمع كذا هعزف لكم. انا اقعد ساعه يوميا لايف اون اير. تمام؟ وشكرا جزيلا لحضراتكم وان شاء الله نشوفكم على خير. ان شاء الله باذن الله. باذن الله قريبا. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. ونراكم ان شاء الله على خير. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.